هنخش بقى في النقطة اللي بعد كده، ايه هي اساسيات الدايت الصح انقاذ الوزن بطريقة صحيحة. اوكي، انا عشان افتت الخلايا الدهنية اللي اتكونت عندي بقى 20 سنة مثلا، اللي بقت يعني بصي صعبة التفتيت، احولها لدهون سهلة التفتيت. اوكي، انا محتاجة ايه؟ محتاجة ان انا اقفل شهية زي ما قلنا في السبب الاولاني، اقفل شهية وارفع معدل الحرق. العب رياضة يعني. تمام، دي الرياضة دي مهمة جدا. بس خلي بالك، هتيجي تقول له العب رياضه، واحد عنده مشاكل في المفاصل، خشونه في المفاصل بالظبط، واحده ست مثلا عندها وزنها اصلا واحده يعني عامله عمليه في العمود 180 الفقري، اقول لها العبي رياضه ازاي؟ آه. واحد مشغول جدا طول النهار مش فاضي يروح جيم ولا يجري ولا ولا ولا، ده مش ما يمنعش ان الرياضه مهمه جدا في حياتنا. طيب انا دلوقتي زي ما كلمتك قلت لك احنا شعب اكل وشهيتنا عاليه، مستحيل اقول لراجل او ست اللي بياكلوا قاعدين على البيتزا الكبيره الاكس لارج او اللي متعودين على الممبار والفته امنعي اقفلي بقك، هتسمع كلامي شهر مش هتقدر تكمل شهرين للاسف. يبقى انا عايزه اوصل فكره، انا ضد الدايت الحرمان، التجويع غلط بكل المقاييس غلط. التجويع يعني ممكن ناكل محشي ونخس؟ لا ما هقول لك انا مش للدرجه دي، مش يا كده يا كده، لا مش كده يا كده. التجويع الناس اللي بيسمعوا على النت وحاجات، اقفلي بقك اقفلي بقك، هو فعلا قفل البق هيخس، بس نخس بعلم ولا نخس بجهل؟ نقفل بقنا بعلم ولا بجهل؟ انواع الرجيم الكيميائي واللي بيعتمد على صنف واحد والكيتو دايت والحاجات دي زي ما فيها مميزات فبتلعب دور صعب جدا في اصابه الجسم، ذبول، صداع، ضعف في العضلات. ازاي؟ انا الرجيم الكيميائي او التجويع التام ما بيدينيش السعرات الحراريه الكافيه لجسمي عشان يقوم بالقوه البدنيه او بالحركه البدنيه بتاعتي اليوميه، ما بيدينا، مش بيديها لي. عاوز اقول لحضرتك على حاجه، واحده صاحبتي من كام سنه دكتور قال لها انت النهارده هتاكلي خيار بس في الدايت الكيميائي، اول انت عارفه ما طلع كان موضه جدا وكان خيار مكتسح، بس موز بس، معرفش فراخ بس، جالها هبوط اخر اليوم طبعا الساعه 2 بالليل، هبوط على المستشفى، مفيش مغذيات واصله لها غير اللي موجود في الخيار، مفيش سكريات واصله للمخ عشان يشتغل. سكريات يا جماعه لازم سكريات، لازم في نسبه سكريات في اليوم. مفيش، ما وصلهاش كميه الطاقه اللي عايزاها، بدات تحس بصداع، زغلله، دوخه، ده اول حاجه، ده اقل حاجه. بيبدا الحرق مش على الدهون، بيبدا الحرق على العضلات. يبقى انا عملت ايه؟ تهتك في العضلات، انا عملت لها ضعف تام في العضلات بمرور الوقت لما اجي اكرر الرجيم الكيميائي مره ورا مره. طب وايه الحل؟ لا الحل الرجيم الكيميائي ده غلط، تجويع غلط. بالعكس، انت هتاخدي 3 وجبات، فطار، غدا، وعشاء، اوعي تسقطي وجبه. بس هنرحل ال3 وجبات في الساعات النهاريه، بلاش الساعات الليليه. هتقولي لي ليه الساعات الليليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الغدة الدرقية بتفرز هرمونات الحرق فين؟ في الجسم، في الساعات، في الجسم، في الساعات النهارية. اوكي، بتيجي عند بالليل بتقفل. اجي انا اكل بالليل ازود سعرات حرارية، مين هيحرق لي السعرات الحرارية؟ ما كانت الحرق توقفت بتوقف الايه، الغدة الدرقية عن افراز انزيمات الحرق بالليل. يعني اخر ميعاد الساعة 8؟ 8، 12 ساعة بين الفطار والعشاء، بدأتي 8 تنتهي 8. طب أنا جعت، طب لو أنا ابتديت 12 ما عنديش كنترول على معدتي. لا، ما احنا هنساعدك. ازاي؟ ايه بقى ازاي؟ احنا هنديكي بطريقة آمنة حاجات سبورت ليكي. ما احنا عارفين، أنا علم التغذية مدارس يا جماعة، مدارس. وأنا مدرستي إن أنا بتعامل مع كل مع الشعب اللي هو متعود عليه، السلوك اللي متعود عليه، أنا سلوكي إن أنا شهيتنا عالية. يبقى أنا أعمل إيه؟ أنا كدكتور تغذية لازم يبقى ليا أسلحتي، لازم يبقى ليا أدواتي اللي أعرف أتعامل فيها مع مريض. مريضي لازم أعرف المشكلة عنده في زيادة شهية ولا في انخفاض معدل الحرق. لازم أحدد النقطة دي جدا. زيادة شهية يبقى أنا لازم أديله مادة فعالة حتى لا تلح على الشهية. أوكي، يعني إيه؟ أعمل له قمع للشهية، وعشب الجارسينيا من الأعشاب اللي أثبتت نجاح في قفل الشهية. عشب الجارسينيا عشب طبيعي، حتى ما يسمى عليه في التغذية منع الشهية، بيمنع الشهية. وده اللي أنا مزوداه في الكورس اللي أنا جاية بيه، كورس
طبيعي، مواد اورجانيك طبيعيه، خالي من المواد الكيميائيه. تمام. خالي من ماده السيبوت. مصري يعني ولا اعشاب مستورده؟ اوكي. تدبري الجارسينيا، الاكايبري، الافريكان مانجو، الحاجات دي كلها احنا حاطينها. الحاجات الجميله دي هقول لك انا ليه. ايه اللي انتوا حاطينه؟ انتوا جايبين اعشاب شويه ورق وحاطينه؟ لا مش ورق. هو فعلا هو خلاصه بذور فاكهه مع اوراق اعشاب. طب انتوا اشمعنى جايبين الاعشاب دي؟ الاعشاب دي مش موجوده في مصر.